هلو هلو، عاملين ايه؟ معاكم ميرا، مهتمة جدا بمجال العناية بالبشرة والشعر والجسم، وبعمل ريفيوهات كتير جدا على المنتجات اللي بتنزل بصورة يومية او بصورة شهرية او بصورة سنوية. مهتمية جدا بكل ما يخص جمال المرأة، وفيديو النهاردة هيعجبكم جدا، وهو المنتجات السيئة وايه البدائل بتاعت المنتجات دي، وتكون برضو في نفس الرينج بتاع السعر، وتكون برضو على قد ايدينا. لو حابة تشوفيني تاني بليز اشتركي في القناة بتاعتي من الزرار الاحمر اللي تحت، يظهر لك بعديها الجرس صغنون، فعليه على علامة الكل عشان يوصل لك الشعار اول ما نزل فيديو جديد. وطبعا لو الفيديو عجبك ادعميني باللايك وكومنت حلو برأيك في الفيديو، واي واحدة عايزة اي فيديو عن اي حاجة تكتب لي تحت في الكومنتات وانا هعمله لها على طول. يلا بينا نبدا الفيديو. واول منتج وحش وهقول لكم البديل بتاعه، مش منتج وحش، هو منتج مش فعال، يعني هو من المنتجات الغير فعاله بس مش سيء لانه مضرنيش، وهو الشامبو ده بتاع جي كي. الشامبو ده عايز اقول لكم ان هو مش بينظف الفروه كويس، مش بيعمل اي حاجة غير انه ممكن يكون بيرطب فروة الراس شوية صغيرين بس مش بينضفها. وانا طبعا محتاجة الشامبو ليه؟ لان الوظيفة الاساسية بتاعته التنظيف مش الترطيب، فده ما كانش عاجبني خالص، انا هخلصه ومش هرجع اجيبه تاني. البديل بتاعه وفي نفس لا هو ده بصراحة ارخص بكتير، ده الشامبو الكونديشنر كان ب45 جنيه، انما طبعا الشامبو ده بتاع سترونج فيل ده كان ب105، بس ده البديل الحلو بتاعه. الشامبو ده بينظف فروة الراس حلو قوي، بيخفف من القشرة، برضو بيسيب ترطيب في فروة الراس لانه اصلا شامبو كونديشنر في نفس الوقت 2 في 1، بس ده البديل الاحسن بتاعه. برضو سعره على قد الايد، سعره مناسب لجميع البنات يعني في السن الصغير، يعني يقدروا يحوشوا من مصروفهم ويجيبوه، حلو قوي. ده كده اول حاجة. تاني منتج وهو ده، دي امبولات الو ايفا لعلاج تساقط الشعر. الامبولات دي كانت ب45 جنيه، فيها 4 امبولات، كلمتكم عنها برضو قبل كده، اهو ده شكلها. المفروض ان دي بتعالج تساقط الشعر بقى، وانها بتعالج الفروة وبتظبط الدنيا. الحقيقة ما شفتش منها اي حاجة خالص، زائد ان ريحتها نفاذة قوي، ريحة الصبار، فما عجبتنيش خالص علاج تساقط الشعر، ما عالجتش معايا التساقط، ما حسيتش بنتيجة فوقفتها فورا. البديل الحلو بتاعها وهو ده سبراي سترونج فيل وي سبراي ليندو. سبراي سترونج فيل كان ب105 و سبراي ليندو برضو كان ب105، الاثنين نفس السعر، بس ده البديل الاحلى بتاع امبولات ايفا لعلاج تساقط الشعر، لان دول فعالين. ده ما ينفعش للبشره الدهنيه، انا بستخدمه بس من هنا، ولكن سترونج فيل ينفع للبشره الدهنيه لانه بيجفف شويه فروه الشعر، ما ينفعش للفروه الجافه، ينفع للبشره الدهنيه، وده عايز الفروه الجافه. ده كده انا بستخدمه للاطراف، وده بستخدمه على فروه شعري، وقريبا جدا هعمل سبراي اطاله الشعر من مواد طبيعيه يعني حلوه، انا عملت لكم قبل كده واحد والله، روحوا شوفوه، حلوه قوي قوي. الاثنين دول بديل لامبولات ايفا بجد تحفة جدا، وهيجيبوا معاكم وفعلوا، كلمتوك كتير قوي عنهم. بعد كده السيرم ده من لوريال الفيف، ده سيرم المفروض ان هو للشعر المصبوغ، ان هو بيرطب الشعر وبيعالج الشعر المقصف وهيشان الشعر وكلام كتير قوي كده ساعدتك يعني. ده انا جبته كان طموحاتي فيه فظيعة بجد، وقلت لا انا ده لوريال يعني لازم يبقى حلو. للأمانة ريحته حلوة، مش بيدهن الشعر، لو عملت سشوار وليز بيديكي لمعة حلوة، بيدي كده فلوفي للشعر يعني مش بيلزق الشعر، بس كترطيب زيرو ترطيب. البديل بتاع الترطيب يعني بديل الترطيب بتاعه هو ده، نفس كل الصفات زائد ترطيب. ده دابر أملا هير سيروم، ده بزيت الحية لمعالجة وإصلاح الشعر. السيروم ده يعني ترطيب برضو مش بيلزق الشعر، مع السشوار بيديكي لمعة، بيعمل كل حاجة اللوريال بيعملها بصراحة، وسعره أرخص بكتير وإفكتيف أكتر من لوريال. فده البديل بتاعه، ده كان ب45 جنيه، 50 جنيه حاجة كده يعني. وبعد كده هو ده بلسم الشفايف، ده مش وحش زي ما قلتلكوا
المنتجات دي مش وحشه ولكن مش بتدي النتيجه. ده كده ما بيديش اي ترطيب، ده اللون بس لمعه زي كده، مش بيعمل اي حاجه خالص، زيرو ترطيب للشفايف. البديل بتاعه طبعا هو القمر، ده الفازلين الطبي هو ده البديل بتاعه. طبعا في بدائل كتير، في ليب بالم كتير، وفي انواع كتير جدا تقدر تديكي ترطيب، بس انا للاسف مش عايزه اغير الفازلين، ماسكه فيه كده ومش عايزه اغيره الفتره الجايه، عايزه اجرب حاجات عشان اكلمكم عنها بصوره اكبر يعني، بس مش قادره استغنى عنه بصراحه، بس لازم اجرب منتجات اكتر. ممكن بجانب الفازلين اجيب منتجات، وهو مش هقدر يعني امشي من البيت خالص. الفازلين حلو قوي لترطيب الشفايف، بيرطبها بعمق، ما بتلاقيش تشققات بقى، ما بتلاقيش اي حاجه، فده البديل حلو قوي البدل اللي هو ده. وبعد كده ترطيب للجسم، في قشرة الاميرات كلمتكم عنها كتير جدا، هي لازم اخلصها يعني. بصوا هي قاعدة عندي بقالها سنة ولسه مخلصتش، انا جبتها شهر 3/2020 وشهر 3 احنا هو في 2021، لازم اخلصها، هي صالحة لمدة 3 سنوات لسه يعني، قدامها لحد 2023، بس انا لازم اخلصها بصراحة، عايزة استفيد بالعيبة بتاعتها في حاجة افيد يعني. مش بترطب يعني، ما بعرفش منها ترطيب والله خالص. البديل طبعا بتاعها اي كريم مرطب من جونسون، من نيفيا، من جلايسليد، اي حاجه هتديكي نفس الترطيب يعني، اي كل الحاجات دي بتديكي نفس الترطيب، بس بديل حلو لقشرة الاميرات اللي مشهوره دي على الفاضي وما بتعملش اي حاجه. بعد كده ده ايلاينر ماي واي، بيهبب وبيسيح ومش بيثبت، مفيش ثواب، مفيش اي حاجه. البديل الحلو بتاعه هو الايلاينر ده من باريس، ده صنع في الامارات، كلمتكم عنه قبل كده وهتكلم عنه بالتفصيل في مفضلات الميك اب بتاعي. ده كده كان 35 جنيه، وده برضه على فكره ب 35 جنيه، بس ده البديل الحلو ده مش عايزه اقول لكم يعني، تعرفين حاجات مايويه بتعمل ايه. بعد كده عندي حمام الكريم ده من روسكا، خلصت الجزء الابيض منه، ده الجزء اللي هو الموف منه، زيرو ترطيب، مش عارفة هو ما بيعملش حاجة خالص يعني، كأن انت اشتريتي منتج كده عدى في حياتك هفق، ما قصرش ولا بالوحش ولا بالحلو. وده برضو هعمل لكم الفيديو ده منتجات ما قصرتش في شعري ولا في بشرتي بس ما ضرتنيش، وهو ده من النوم اصلا من دلوقتي، مش حلو ما بيعملش حاجه. البديل الاحسن بتاعه هو حمام كريم لوفيا، لوفيا حلوه قوي قوي قوي، ترطيبه كويس زي ما شايفين كده. جبت برده كيس تاني حلو جدا جدا، هو بزبده الشيا للشيا باتر للدراي هير للشعر الجاف، وده كان ب15 جنيه، وده كان ب55 جنيه، هو والجزء الابيض بتاعه. فدي كده كانت المنتجات السيئة والبدايل الحلوة بتاعتها. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، استناني فيديوهات جاية كتير، توحشوني جدا.